صلاتكم وصيامكم هما دليل إيمانكم، وإيمانكم هو سلاحكم الذي تنتصرون به في الدنيا وتأمنون به في الآخرة. محمد كذب عليكم وأفهمكم أن هناك جنة وناراً، فأين هي الجنة وأين النار؟ كذب الأسود العنسي، فلا دين بلا حساب، والجنة والنار دليل الحساب. فمن أمن العقاب أساء الأدب، ومن أمن الحساب طغى في الأرض وأفسد فيها. يبحث عنا الأسود العنسي منذ عدة أشهر ليقبض علينا، لأننا نجحنا في تقليص عدد أتباعه في اليمن، وتمسك كثيرون من المسلمين بدينهم. لن يتركنا قبل أن يمسك بنا. كيف يمسك بنا ونحن نفر من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل؟ وإلى متى سنظل هاربين مختبئين؟ نحن لا نهرب، نحن نتحمل مسؤوليتنا في الحفاظ على الإسلام داخل اليمن. بلا مال ولا جيش ولا عتاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أرسل إلينا العنسي أننا إذا استسلمنا له فسيعفو عنا وسيعطينا من المال ما نشاء. ألم تسمعوا قول رسول الله: والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الدين أو أهلك دونه ما تركته أبدا. بعد ستة أشهر استطاع الأسود العنسي أن يقبض على أبي مسلم الخولاني، وأعد له بنيانا ضخما من النار ليلقيه فيه أمام أعين الناس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هل تشهد أن محمدًا رسول الله؟ نعم، أشهد أن محمدًا رسول الله. وهل تشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. هل تشهد أن محمدًا رسول الله؟ نعم أشهد. وهل تشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. إذن ألقوه في النار. أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله، وأن السكين لا تذبح إلا بأمر الله، وأن الماء لا يغرق إلا بأمر الله. يا سيدنا، هذا الرجل لو ألقي في النار ولم تحرق لعرف الناس أنه على حق ونحن على باطل. ماذا؟ ولو أحرقته ربما ثار الناس علينا من فرط إعجابهم بشجاعته وثباته. تعني أننا خاسرون في الحالتين، وما الحل؟ أرى أن نطرده من البلاد بدلاً من حرقه، وبذلك نتخلص منه دون أن نقلب الناس علينا. نعم، وأنا أرى الرأي نفسه. أيها الحراس، أطلقوا سراح أبي مسلم، لقد أمرني ربي أن أرحمه من النار وأن أنفيه خارج البلاد لأقي العباد شره. الحمد لله رب العالمين. أدرك أبو مسلم أن الله قد نجاه من النار، وفهم الناس أنه على حق وإيمان، وأن العنسي قد خاف منه، وما كان لنبي أن يخاف، فتأكدوا من كذب العنسي ودخلوا في الإسلام. خرج أبو مسلم من اليمن إلى المدينة المنورة، وكان أول من استقبله هناك هو صديقه معاذ بن جبل. مرحبا بصديق البطل. أوحشتني يا معاذ. وأنت أيضا يا أبا مسلم، أهل المدينة كلها سمعوا عنك ويريدون أن يروك، لقد كنت سببا في أن يثور أهل اليمن على العنسي بعد أن أثبتت لهم أنه كاذب ومدعٍ وليس نبياً. الحمد لله رب العالمين. لقد فعلت بمفردك ما فعله جيش بأكمله، وجنبتنا قتال العنسي في اليمن كما قاتلنا مسيلمة الكذاب في اليمامة، واستشهد منا في المعركة
300 من حفظة القرآن. أنت الذي علمتني معنى المسؤولية يا معاذ. أتظنون يا أصحاب رسول الله أن تسبقونا؟ والله لنسابقنكم إلى رسول الله حتى نلقاه يوم القيامة فيفرح بنا كما فرح بكم. تعال معي إلى عمر بن الخطاب، لقد سمع عن بطولاتك في اليمن وعرف أنك وقفت أمام عدو الله العنسي، فنجاك الله من النار كما نجى خليله إبراهيم عليه السلام. والله إني أشتاق لرؤية عمر، وأبو بكر الصديق يريد أيضاً أن يراك. هيا لتحكي له كيف قتل العنسي على يد أصحابه مخافة الفتنة، فدخل أهل اليمن كلهم في الإسلام.